مستهدفة المدنيين والعسكريين والبنية التحتية لمعظم القطاعات الحيوية، تستمر هجمات الاحتلال التركي باستخدام الطائرات الحربية والمسيرة ومختلف الأسلحة الثقيلة على عدة مناطق شمال وشرق سوريا. أحدث تلك الهجمات كانت على ناحية تل تمر شمال غربي الحسكة، إذ أفاد مراسل اليوم بإصابة 4 أطفال بانفجار قذيفة من مخلفات قصف شنه الاحتلال التركي على قرية المجيبرة بريف الناحية في وقت سابق. وتعرضت عدة قرى بريف تل تمر لقصف من قبل الاحتلال التركي، كان أبرزها في قريتي الكوزلية وتل اللبن غربي الناحية، وسط معلومات عن خسائر مادية في ممتلكات المدنيين. وتزامن هذا القصف مع هجمات مماثلة للاحتلال طالت قرى غوران وخربيسان وقرموغ وجيشان بريف مدينة كوباني شمالية سوريا، والتي سبق أن تعرضت قبل أيام قليلة لسلسلة غارات جوية شنها الاحتلال التركي، أسفرت عن أضرار في البنية التحتية الحيوية وإيقاع خسائر بشرية بصفوف قوات الحكومة السورية. هجمات الاحتلال التركي طالت كذلك مواقع بريف ناحية عين عيسى، حيث تعرض الطريق الدولي إنفور وقرية معلق ومخيم عين عيسى لقصف بالأسلحة الثقيلة والقنابل الفراغية المحرمة دولياً، فيما طال هجوم آخر قرية إبراهيم كردو بريف طل أبيض المحتلة.